دير دكتور لحماية مثلى. أهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الأطباء السبعة. مثل ما عودناكم دائما رح يكون في عنا مواضيع طبية بتلمس المشاكل يلي بنحسها بشهر رمضان. في كتير منا بشهر رمضان بتغير نظام أكله، يا أما بناكل كتير يا أما بقل أكلنا كتير، وكمان بنفس الوقت بالبطل عارفين شو بدنا ناكل. اليوم رح نحكي عن أهم 10 نصائح رح تكون متعلقة بالنظام الأكل بشهر رمضان، وكمان رح نحكي عن بعض الأشخاص اللي بتكون في عندهم مشاكل ممكن يكون حلها عن طريق العلاجات المائية، وكمان بآخر شيء رح نحكي عن مشكلة الإمساك بشهر رمضان، بما أنه كتير منا ممكن يعاني بهذه المشكلة لأنه شهر طويل وصيف وممكن نعاني من شوية جفاف. فخليكم معنا لحتى نشوف شو أهم النصائح اللي ممكن تستفيدوا منها، وأنا بدوري رح أضلني معكم لحد آخر الحلقة لحتى أجاوب على كل الأسئلة يلي بتوصلنا على السوشيال ميديا. فخليكم معنا. كل عام وأنتم بخير. اليوم رح نحكي عن فكرة التمارين المائية اللي إحنا بنلجأ لها خلال وضع برامج العلاج الطبيعي، وبالأخص خلال شهر رمضان. دائماً إحنا بس بدنا نحط برنامج علاجي للمرضى أو فكرة إنه التزام المريض بمجموعة التمارين العلاجية اللي هي لازم يظل مستمر عليها لفترات طويلة، مش إنه كل فترة وفترة، إنه فكرة انقطاعه عن التمرين خلال فترات معينة هذا الإشي رح يتسبب له بأذى أو بضرر. هلأ دائماً إحنا بنحكي إنه التمارين المائية من أفضل التمارين اللي إحنا بنلجأ لإلها، وخاصة عند المشاكل المفصلية أو في وجود مشاكل بالعمود الفقري أو في العضلات، لأنه إحنا من خلال الخصائص اللي بتتميز فيها التمارين المائية عم بنخلي المريض إنه يكتسب أكثر كمية من الفائدة من هاي التمارين. أول إشي إحنا إذا بنحكي عن التمارين المائية بالنسبة لمرضى العلاج الطبيعي، خلينا نقول بالبداية إذا إحنا بنحكي عن أمراض مفصلية، فكرة وجود التمارين المائية في البرنامج العلاجي للمريض هذا الإشي رح يعطيه مجموعة من الخصائص اللي بتميزها. في البداية لو نحن عم نحكي عن مريض عنده مشاكل بالمفاصل، وجود التمارين المائية في البداية رح يعطينا أكثر من تأثير. التأثير الأولاني إنه رح نحاول نمرن المفصل من غير ما نحمل عليه بضغط عالي. ثاني إشي إنه إحنا عم نعطي مرونة أكثر للمفصل نتيجة الضغط الكامل أو الضغط الموجود من المي على هذا المفصل. ثالث إشي فكرة وجود المساج والتثبيت بنفس الوقت، المساج اللي ناتج من حركة المي فوق الجزء اللي عم نعمل له تمرين في خلال فترة التمرين، وفكرة التثبيت إنه إحنا عم نعطي ضغط ثابت على أو بحيط بالمفصل بشكل كامل. فدائماً إحنا بنحكي خلال فترة شهر رمضان يمكن من أكثر التمارين اللي إحنا لازم نلجأ لها هو تمارين السباحة أو التمارين اللي بتنعمل تحت المي، لأنه بالبداية عم بيكون نسبة الإجهاد العضلي والبدني بيكون فيها أقل من الوضع العادي، بيكون نسبة الترطيب للجسم ونسبة المعادلة لحرارة الجسم بتكون معتدلة أكثر، وما في تعرق بشكل كبير زي ما إحنا عم نعمل تمرين مثلاً في بيئة مفتوحة، لأنه إحنا عادة بنقول مرضى العلاج الطبيعي أو المرضى اللي بيعملوا تمارين علاجية لحتى ياخذوا أكبر فائدة لازم يكون في بيئة مفتوحة وعلى الأغلب بيكون فيها شمس. ولكن المختلف بشهر رمضان إنه إحنا عم نفضل إنها تكون تمارين مائية، تمارين بتعادل من حرارة الجسم وبنفس الوقت عم بتقلل من الجفاف اللي ممكن يصير. غير هيك فكرة إنه وجود التمارين المائية بالنسبة لهذول المرضى عم تعطينا زي مساعدة أكثر لإلهم، يعني مثلا فكرة التمارين اللي موجودة في المي عم نستفيد من خاصية الطوفان اللي موجودة فيها، عم نستفيد من خاصية لزوجة المي مثلا سواء كانت مي في برك عادية أو في ماء مثلا مية البحر. هلأ بتفرق معنا من شخص لشخص وطبعا حسب حالة هذا الشخص الموجود عندنا، ولكن بشكل عام فكرة التمارين المائية أو السباحة خلال شهر رمضان تعتبر من أكثر التمارين أو من أكثر التمارين المناسبة لهذول المرضى وأقلها ضررا على جسمهم. ودائما إحنا بنتمنى الصحة للجميع، ونتمنى دائما إنه الناس تلتزم بتمارينها، لأنه دائما الفكرة الأساسية من الرياضة هي الاستمرارية برغم الظروف اللي بيمر فيها المريض، إنه لازم دائما تحافظ على الاستمرارية في هذا الموضوع. ونتمنى لكم دائما الصحة والسلامة، وتابعونا.
اليوم رح أقدم لكم نصائح للتغذية السليمة في رمضان. أولاً، يفضل دائماً نبلش إفطارنا بكوب من المي مع حبة تمر، ومن بعدها ممكن ناخد صحن صغير من السلطة أو الشوربة لحتى نهيئ معدتنا للأكل بشكل تدريجي، وخصوصاً من بعد صيام فترة طويلة. ثانياً، يفضل دائماً ناخد وقتنا بمضغ الطعام وما ناكل بشكل سريع لحتى نقلل من كمية الهواء اللي بنبلعها مع الأكل، وبالتالي بنقلل من الغازات وعسر الهضم اللي ممكن يصيبنا بعد الإفطار. ثالثاً، بدنا نحاول نستهلك ما بين 2 ل 3 لتر من المي والسوائل بالفترة ما بين الفطور لوقت السحور لحتى نقلل من شعورنا بالعطش خلال النهار ونعوض من السوائل اللي فقدناها خلال فترة الصيام. رابعاً، يفضل دائماً أن نأخر تناول الحلويات لبعد مرور ساعتين من وجبة الإفطار لحتى نتجنب التخمة وسوء الهضم. أما خامساً، إذا كنا بنحاول نقلل من وزننا خلال شهر رمضان، بدنا نحاول نبتعد عن العصائر المعلبة والحلويات، ما ناكلها أكثر من مرة لمرتين بالأسبوع بالإضافة للأطعمة المقلية. سادساً، ينصح بالمشي لمدة نص ساعة يومياً بعد الإفطار بساعتين لتنشيط عملية الهضم وزيادة حركة الأمعاء، وبالتالي التخلص من الإمساك اللي بيصيب معظم الصائمين في رمضان. سابعاً، بدنا نحاول قد ما بنقدر إنه نأخر من موعد السحور لحد قبل الفجر لحتى نقلل من عدد ساعات الصيام الفعلية والشعور بالجوع والعطش. بدنا نحاول فيها نبتعد عن الأطعمة المالحة مثل المخللات، بالإضافة للوجبات الجاهزة والمقلية والغنية بالبهارات، ونتجنب كمان تناول فيها الحلويات والعصائر المعلبة، ونركز على الفواكه والخضار والأطعمة الغنية بالبروتين مثل الحليب والبيض واللبن. والنصيحة التاسعة، بدنا نحاول نتجنب تناول المشروبات الغازية على وجبة الفطور لأنها بتزيد من عسر الهضم. وآخر نصيحة بقدم لكم إياها، دائماً بدنا نركز على تناول الأكل بشكل معتدل وما ناكل لحتى نحس بالشبع التام، هذا الشيء رح يجنبنا التخمة، الحرقة وزيادة الوزن برمضان. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من النصائح اللي قدمت لكم إياها، وبتمنى لكم صيام مقبول. حقيقة أم خرافة؟ قد يسبب صيام رمضان إما زيادة أو نقصانا في الوزن، وما يحدد ذلك هو طبيعة الممارسات والعادات الغذائية التي نقوم بها بالإضافة إلى ممارسة الرياضة من عدمه. فعند التركيز على تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وتناول وجبات السحور الصحية الغنية بالبروتين مع ممارسة الرياضة قبل الإفطار، فإن ذلك سيساعد على فقدان الوزن. أما إذا ركزنا على تناول الأطعمة الدسمة والمقلية والحلويات بشكل يومي وتناول الطبيخ والوجبات السريعة والمشروبات الغنية بالسكر عند السحور مع قلة الحركة، فإن ذلك سيسبب زيادة في الوزن. كل سنة وانتم سالمين ورمضان مبارك. الإمساك، ما في حدا إلا شكى بشهر رمضان بتغير بعادات الجهاز الهضمي، سواء كان إمساك أو إسهال. فالإمساك من أحد مشاكل الجهاز الهضمي الكتير مهمة، وقد تؤثر على نمط الحياة. بحكي لك المريض أنا مش قادر أداوم، مش قادر أسهر، مش قادر أعمل واجباتي، لازم أضلني أروح الحمام طول الوقت بسبب مشاكل الجهاز الهضمي والإمساك، وقد تؤدي إلى آلام في البطن. شو هو الإمساك؟ الإمساك عبارة عن صعوبة في الإخراج. طبعاً الإمساك ممكن يكون فيه نوعين، يا إما المريض بعد 3 أو 4 أو 5 أيام ما بقدر يخرج وروح الحمام، أو طبيعة الخروج جداً صلبة وفي مشاكل في الخروج. طبعاً إحنا من نركز بالشهر الفضيل شو مشاكل الإمساك وكيف ممكن نعالجها، لأنه في يكون لخبطة كتير في نظام الغذاء في رمضان، ساعات طويلة من الصيام وإفطار، وعادة الصائم بميل أنه يأكل الأكلات الدسمة ويبعد عن الخضروات والألياف اللي هي بتسهل عملية الإمساك أو بتمنع عملية الإمساك. طبعاً الإمساك ممكن يكون دائم، يعني الشخص طول عمره طبيعة خروجه فيها إمساك، وهاي الأمور ما منخاف منها لأنه الإنسان خلق في هاي الطبيعة، القولون عنده ليس فعال أو بطيء الحركة، فبالتالي عنده إمساك مزمن، وإذا المريض مش متأثر بالموضوع هذا ما في داعي للعلاج. ولكن إذا صار الإمساك بفترات كثيرة، يعني صار الإمساك يصير كل يوم أو كل يومين، وصار المريض يعاني من آلام وصعوبة في الإخراج، في هاي المرحلة يجب أنه نتدخل. معظم الأحيان الإمساك بيكون نتيجة
طبيعة الأكل اللي تغير على الشخص في رمضان. باختصار كيف ممكن نعالج مشكلة الإمساك؟ الرياضة جدا مهمة، صعب صح الشخص في رمضان إنه يعمل رياضة ولكن جدا مهمة. شرب السوائل الكثيرة، وليس السوائل إني أشرب والله لتر مي مرة واحدة على فترات، تكثير من الألياف والسلطات والخضروات والأمور اللي تمنع الإمساك. طبعا في أدوية خصوصا مسكنات الألم ممكن تعمل إمساك. نهاية بحب أحكي إذا الشخص مرت عليه فترات طويلة بإمساك مصاحبة بآلام بطن أو في نزيف لا سمح الله، في هاي المرحلة يجب على الشخص أن يتأكد من عدم وجود أي مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي مثل لا سمح الله تقرحات أو أورام أو التهابات في القولون هي اللي سببت الإمساك. طبعا ننصح للشخص أنه يراجع دكتور الجهاز الهضمي أو طبيب الباطني. بالأخير نتمنى السلامة للجميع وكل سنة وأنتم سالمين. وصلنا للفقرة الأحب بالنسبة لإلي اللي هي فقرة السوشيال ميديا اللي بنقدر نجاوب فيها على كل أسئلتكم يلي بتوصلنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى مختلف المواقع التواصل الاجتماعي. اليوم في عندنا سؤال، هل يمكن لمرضى الكوليسترول الاستفادة من رمضان في تقليل مستوياته؟ طبعا وأكيد ليه، لأنه أصلا شهر رمضان هو يعتبر الشهر اللي ممكن نستخدمه كعلاج طبيعي بالنسبة للأمراض المتعلقة بمستويات الكوليسترول، خاصة إنه إذا التزمت بنظام غذائي معين إنه بتزيد فيها الخضروات وبتقلل فيها من السكريات كتير رح تساعدك بأنه تصير تعطي فعالية أكتر للأنسولين بالاستجابة للجلوكوز. وكمان في عنا دائما لازم نركز على زيت السمك اللي فيه الأوميجا 3 لأنه بيساعد بأنه بيخفض من مستويات الكوليسترول بالدم، فممكن إذا بتلتزم بنظام غذائي صح وبنفس الوقت بتاخد الأوميجا 3 ممكن يساعدك كتير. بس إذا كنت برضو من الأشخاص اللي دائما كرونيك عنده المرض مزمن، لازم تركز بأنه تراجع طبيبك لحتى تاخد أدويتك بالوقت الصح وبالدوز الصح. وبآخر إشي كمان بركز إنه في دراسات جديدة على الكركم بتبين انه له تاثير بانه بيخفض من مستويات الكوليسترول. بهيك بتمنى اكون جاوبت على كل اسئلتكم، وبتمنى كمان انكم تكونوا استفدتوا من حلقتنا لليوم ببعض النصائح اللي قدمنا لكم اياهم. وخليكم معنا لانه رح يكون في عنا حلقات كتير متنوعه وفيها مواضيع طبيه بتهمكم.